السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الأريزميا. قبل ما نتكلم عن الأريزميا لازم إن احنا نتكلم عن النورمال أناتومي بتاع الكوندكتنج سيستم في الهارت، أو بمعنى صح جهاز الكهرباء الموجود في الهارت. احنا عندنا الموضوع كله بيبتدي في حاجة اسمها الـ SA نود، وديت هي النقطة اللي بتبتدي إنها تعمل فايرنج للإلكتريكال إمبالسز اللي هتبتدي إنها تمشي في الأتريا في البداية عشان تعمل كونتراكشن للاتريا بالكامل، والكونتراكشن بتاع الاتريا مسؤول عن دفع 25% من الدم تقريبا اللي هو بال delayed ejection phase عشان يدخل بعد كده للفنتركل. وبعدين الاشارات ديت بتبتدي ان هي توصل للافي نود. الافي نود عشان تضمن ان الاتريا بتبتدي ان هي تعمل الكونتراكشن بتاعها وتدفع كل الدم المتبقي فيها بتعمل ديلي. الديلي الموجود فيها بتعمل ديلي للامبالسز بمعدل تقريبا 0.2 سكند او اقل من 0.2 سكند. طيب الديلي ده بعد كده هو المسؤول زي ما قلنا عن ان الاتريا تعمل كونتراكشن الاول قبل الفنتريكل، وبعدين الاشارات بتبتدي ان هي توصل من خلال الباندل اوف هاس، وبعد كده الرايت والليفت باندل برانش، ثم الفايبرز بتاعت بيركنجي فايبرز، عشان في النهايه ايه؟ عشان الفنتريكلز تبتدي ان هي تعمل كونتراكشن. ده اللي هو النورمال اناتومي بتاع الكوندكتنج سيستم. طيب عايزين نتكلم عن حاجتين دلوقتي. الحاجة الأولانية هي إيه؟ هي الـ conducting system اللي إحنا بنتكلم عنه ده، هو الـ action potential اللي بيحصل فيه نوعه إيه أو بيحصل إزاي، وده مهم إن هو هيفهمني حاجات معينة كمان شوية، والـ ECG النورمال عامل إزاي، وده برضو مهم عشان كل الاعتماد في التشخيص بتاع الأريثميا بيعتمد أساسيا على الـ ECG. تمام؟ طيب يلا بس نتكلم في الأول عن الـ action potential. الصورة ديت هي صورة الاكشن بوتنشال اللي بيحصل فيه الاس اي نود. لما نيجي نبص عندنا هنلاحظ ان عندك كالاتي. اول حاجة زي ما حضرتك شايف ان الموضوع بدأ بالديبولاريزيشن زي اي خلية عادية من الخلايا الاكزايتابل، ديبولاريزيشن ثم ريبولاريزيشن. الفكرة ان احنا عندنا مرحلة الريبولاريزيشن بتاخد فترة في البداية، الفترة ديت بسميها البلاتو، عشان كده بنقول على الاكشن بوتنشال بتاع الخلايا اللي هي المايكارديال سيلز بنقول عليها البلاتو اكشن بوتنشال. الفكرة هنا ايه؟ الفكرة ان المفروض اي خلية طبيعية معروف ان الديبولاريزيشن السبب فيها هو دخول الصوديوم، وبعض الاحيان وفي بعض الخلايا التانية الكالسيوم، هنا الاتنين مسؤولين عن الفيز ديت. ثم بعد كده بتبتدي تقفل الصوديوم تشانلز وبتبتدي تفتح البوتاسيوم تشانلز. تمام؟ ده الطبيعي البوتاسيوم تشانلز انها تفتح عشان تبتدي ان هي تطلع البوتاسيوم من داخل الخلية لخارج الخلية. بس الفكرة ان فيز 2 اللي بتأدي للبلاتو ان الكالسيوم تشانلز لسه مفتوحة، فالبوتاسيوم اللي الخلية بتطلعه، الشحنة الموجبة اللي الخلية بتطلعها للخارج، بيدخل قصادها شحنة موجبة من الكالسيوم الى داخل الخلية. كده انا ما استفدتش اي حاجة اصلا. تمام؟ بعد كده الرابيد ريبولاريزيشن بتبتدي الكالسيوم تشانلز تقفل ويحصل فترة الريلاكسيشن بتاعت العضلة عامة. طيب أثناء فترة الريلاكسيشن أو أثناء الفترة دي، أثناء فترة الريبولاريزيشن، عندك إحنا بنمر بمرحلتين. المرحلة الأولى اسمها الأبسوليوت ريفراكتوري بيريود، والمرحلة الثانية اسمها الريلاتيف ريفراكتوري بيريود. أبسوليوت ريفراكتوري بيريود معناها إيه؟ ديت بتبتدي في التلت الأول، التلت السرد الأولاني من ال ريبولاريزيشن، وفيها الخلية اللي هي الاس اي نود او اي خلية من الخلايا بتاعت المايوكارديال سيل ما ينفعش ان هي تستجاب لاي ستيمينس، حتى لو كان الستيمينس سيفير انف ان هو يعمل اكشن بوتنشال، بس برضه الخلية مش هتستجاب. ليه؟ لان هي في فترة الريلاكسيشن بتاعها، فترة الريفراكتوري بيريود بتاعتها. طيب الجزء الثاني اللي هو الريلاتيف ريفراكتوري بيريود، وهي ديت الشغل كله عليها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود، ودي بتمثل التلت المتوسط من الـ Repolarization Relative Refractory Period. طيب ايه الفكرة فيها Relative Refractory Period؟ عندك مازال في بعض الصوديوم تشانل مفتوحة، ويقدر الصوديوم ان هو يخش من خلالها ويعمل Action Potential. ده اللي هو الـ Relative Refractory Period. طيب في حاجة كمان لازم انك تعرفها، في حاجة اسمها الـ After Depolarization والـ After Hyperpolarization. الـ After Hyperpolarization ديت هي الفترة اللي ممكن ان احنا نحفز فيها اي خلايا من الخلايا العضلية بتاعة الهارت عن طريق ستيمولس اقل من الطبيعي، ودي يمكن مش هتفيدنا قوي. اللي هتفيدنا قوي هي الفكرة بتاعة الريلاتيف ريفراكتوري بيريود دهيت، او اللي ليها اسم تاني افتر ديبولاريزيشن. افتر ديبولاريزيشن ايه اللي بيحصل بالظبط في المرحلة ديت؟ اللي بيحصل في المرحلة ديت هو انك ممكن تدي الخلية العضلية ستيمولس فتبتدي ان هي تدي لك اكشن بوتنشال وبالتالي كونتراكشن بعد كده. تمام؟ يبقى احنا كده خلصنا الجزء اللي احنا عايزينه في الجزء الأول.
طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الاريزميا. الاريزميا معناها عدم انتظام في ضربات القلب، سواء عدم انتظام ضربات القلب ده هو الريت بتاعه سريع او الريت بتاع القلب معاه بطيء. عشان كده الاريزميا لما بنيجي نقسمها بنقول لك في حاجه اسمها تاكي اريزميا وفي حاجه اسمها برادي اريزميا. كل واحده منهم بعد كده بترجع تتقسم لريجولر وارريجولر. ريجولر يعني ايه؟ يعني في انتظام في ضربات القلب. يعني ايه؟ يعني على الاي سي جي تشينجز، لما تيجي تبص على اي تغير، مثلا البي ويف ثم الكيو ار اس كومبلكس ثم التي ويف ثم البي ثم الكيو ار اس ثم، ده معناه ايه؟ ده معناه ريزم. ريزم اهو بيتكرر بصوره دوريه، تمام؟ الريت بقى معناه ايه؟ الريت معناها عدد ضربات القلب. يعني ايه؟ يعني عدد الكيو ار اس الموجوده عندك او الكيو ار اس كومبلكس الموجوده عندك في الدقيقه قد ايه؟ هل الريت بتاعها اعلى من الطبيعي؟ واحنا عارفين ان الريت الطبيعي بتاع دقات القلب من 60 ل 100. هل الريت بتاعها اعلى من الطبيعي يعني اعلى من 100 ولا اقل من الطبيعي اللي هو 60؟ عشان كده الاريزميا بنقول انها برادي وتاكي. طيب قبل ما تتكلم عن البرادي والتاكي والموضوع ده كله، احنا بس عايزين نفهمك ان الاريزمي عدم انتظام ضربات القلب ايه اسبابه او الميكانيزمز اللي بيحصل بيها هي ايه. احنا عندنا حاجه من حاجتين، يا اما انك تبوظ الاس اي نود، يعني لو جبنا الهارت كده اهو، يا اما انك تاثر على الاس اي نود ذات نفسها، يا اما انك تاثر على الاي في نود، يا اما انك تاثر على ايه؟ على الباندل اوف اس او الرايت والليفت باندل برانشز. طيب ايوه، يعني انت من الاخر بنعمل حاجه من حاجتين، يا اما ان احنا ناثر على الانيشيتور، لان الاس اي نود هي الانيشيتور زي ما قلنا، فديت حاجه اسمها انيشيشن اريزميا، يا اما ان احنا ناثر على الكوندكتنج سيستم وديت حاجه اسمها ايه؟ كوندكشن اريزميا. طيب الانيشيشن نقدر نقول ان هو اقدر ان انا اثر عليه، يا اما ان انا ازوده انهانسد اكتيفيتي او انهانسد اوتوماتيستي، يا اما ان انا اقلله اللي هو سبريشن. في حاجة تانية ممكن انها تشتغل على الانيتشيشن، بس ما بتشتغلش على الاس اي نود. امال بتشتغل فين؟ دي بتشتغل في حتة تانية، بتشتغل على اجزاء تانية من الاتريا او اي نقطة تانية من الكوندكتنج سيستم، بس بيخليها هي اللي تعمل انيتشيشن. فدي بسميها تريجرد اكتيفيتي، تريجرد اكتيفيتي، وديت بتحصل مع الادوية، عشان كده اسمها تريجرد. تريجرد يعني ايه؟ يعني في حاجة حفزتها انها تعمل، ودي بتحصل مع بعض الادويه. عشان كده حاجه اسمها تورسات دي بوا، ادويه الاريزميا او الادويه اللي بتعالج الاريزميا زي الاميدرون والديجيتاليس، الادويه ديت هي نفسها ممكن تعمل اريزميا. عشان كده بيقول عليها نقطه اختلاف النظر، تورسات دي بوا. بعد كده الجزء الثاني اللي هو الكوندكشن. الكوندكشن في الغالب مفيش حاجه هتزود الكوندكشن، هي كل الحاجات بتقلل الكوندكشن. عشان كده لما نيجي نتكلم على الكوندكشن اريزميا هتلاقيني كلها بقول لك ان هي تخضع تبع البرادي كاردي، مفيش كونداكشن اريزميا بتخضع للتاكي كاردي الا لو كومبليكيتد بحاجه تانية، تمام؟ تعال ناخد اكزامبلز على الموضوع ده. السبريسد اوتوماتيستي، من الاخر كده الاس اي نود ابتدى ان يحصل سبريشن فيها، فبيعمل ساينس برادي كاردي او ساينس اريست، ده السبريسد اوتوماتيستي. عندك في انهانسد نورمال اوتوماتيستي، يعني الاس اي نود ابتدت ان هي تتحفز زياده عن اللزوم، فبيعمل ساينس تاكي اريزمي. انهانسد ابنورمال اوتوماتيستي، الفرق بين نورمال وابنورمال ان النورمال ديت الاس اي نود هي اللي فيها المشكله، الابنورمال لا، دي منطقه تانيه في الاتريا او في الفنتركل غير الاس اي نود. زي ايه؟ زي الاتريال بريماتيور كونتراكشن مثلا، او ليها اسم تاني الاكسترا سيستول. زي الاتريال تاكي كارديا مثلا، هنا في منطقه تانيه في الاتريوم هي اللي بتاخد الابر هاند وتشتغل كانها اس اي نود وتعمل الفايرنج ليفل بتاعها. الاتريال فايبريليشن مثلا نفس الفكره برضه، ان في منطقه تانيه غير الاس اي نود هي اللي عامله الموضوع كله. الجنكشنال تاكي كارديا، هنا الاي في نود ذات نفسها هي اللي اشتغلت كاس اي نود، هي اللي بقت البيس ميكر بتاعت الهارت. الفنتريكلر بريماتيور كونتراكشن، هنا الفنتريكل في منطقه منه ابتدت ان هي ايه، من المايكارديال سيلز الموجوده فيه ابتدت ان هي اللي تعمل الاكشن بوتنشال بتاعها. الفنتريكلر تاكي كارديا نفس الفكره برضه، تمام؟ التريجرد اكتيفيتي اللي انا فهمته لك، انا دلوقتي المرحله او الحاله الوحيده اللي اقدر اعمل فيها افكت على الاكشن بوتنشال هي مرحله الديبولاريزيشن، الافتر ديبولاريزيشن. والحاله ديت عندك في الاميودارون بيعمل تورسات ديبوا وديجيتاليس بتعمل الريزمي. طيب بعد كده الكوندكشن بلوك، او نشتغل على الكوندكشن، ان انا اقفل الكوندكشن، وديت اللي بتدي اس اي اكزيت بلوك او باندل برانش بلوك اللي هي او هارت بلوك اللي هو الاي في نوب.
يبقى يا اما ان انا اقفل الاس اي نود، يا اما ان انا اقفل الاي في نود، يا اما ان انا اقفل ايه باندل برانش. طيب اخر حاجه اللي هي ري انتري، ودي ميكانيزم كبير هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي، بس ري انتري اقدر اقول لك ان هي مسؤوله تقريبا عن معظم الانواع الكلينيكال امبورتنت بتاعه الاريزم، زي الاتريال فلاتر، الاتريال فيبريليشن، الاي في نود ري انتري تاكي اريزميا، والاي في ري انتري تاكي اريزميا، والفنتريكولار تاكي كارديا، وهنشوف اللي هي السكار ريليتد، وهنشوف دلوقتي ايه ري انتري ديت عباره عن ايه. كلمه ري انتري معناها اعاده دخول الاشارات العصبيه في زي عبارة عن دايرة مقفولة، أو هي مش مقفولة نوعا ما، هي مفتوحة من اتجاهين. بمعنى صح احنا عندنا ونفترض ادي الاس اي نود اهيت، ابتدت الاس اي نود اهي تعمل الفايرنج بتاعها للاي في نود، تمام؟ لو افترضنا ان الاي في نود اهيت هي اللي فيها المشكلة، هي اللي فيها الري انتري، او في منطقة حوالين الاي في نود فيها سكار، كان الشخص ده كان حصل عنده مشكله في القلب وعمل عمليه وحصل هيلينج بسكار فايبروس، ده هيؤدي لايه؟ ده هيؤدي الري انتري، ري انتري اريزم. فالري انتري اريزم هي دايما بتكون مصحوبه بستراكشرال تشينجز بتبتدي انها تظهر في الهارت. دايما لما تلاقي الهارت فيه فايبروزس، في مشكله، في ستراكشرال تشينج، الري انتري سهل ان هو يحصل في الاشخاص اللي عندهم ستراكشر تشينج. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ كل عندنا كل جزء من الاس اي نود مثلا والاي في نود والحاجات ديت، كل واحد منهم بتلاقي ان عنده حاجه اسمها فاست باس واي، وحاجه اسمها تانية اسمها السلو باس واي. والفاست بنرسمه بخط مستقيم، والسلو بنرسمه ان هو معرج بالمنظر ده. الفاست باس واي معروف ان هو الاكشن بوتنشلز او الالكتريكال امبلسز اللي بتسري فيه بتسري بفيلوسيتي اعلى، يعني بتسري بمعدل سريع، والمفروض ان هما الاثنين في النهايه يبتدوا ان هما يوصلوا للتارجت بتاعهم بعد كده، عشان يبتدوا ان هما يفضلوا ماشيين في الاتجاه بتاعهم عشان يحفزوا بقيه خلايا الهارت انها تعمل كونتراكشن. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل هو ان احنا بيبتدي يظهر بري ماتيور ستيمولس. يعني ايه بري ماتيور ستيمولس؟ يعني ده مش الستيمولس الاساسي اللي هيحفز الخلايا انها تنقب. ده عبارة عن ايه؟ ده حاجة بتظهر فبتاخد السرعة بتاعتها في الفاست باس واي، وبعدين تيجي تلاقي قدامها سكتين، السكة الأولانية انها تمشي الطبيعي بتاعها، والسكة التانية انها ترجع. فهي بتمشي في السكتين، السكة الأولانية انها تمشي طبيعي بس ما بتقدرش انها تعمل كونتراكشن، ما بتقدرش انها تعمل كونتراكشن، أو بتعمل كونتراكشن بس بسيط شوية، تمام؟ اللي هو بسميها البريماتيور كونتراكشن. طيب الحاجة التانية هي وهي بترجع، وهي بترجع بتيجي مع الوقت ان الامبلس الطبيعية نورمال ستيمولس جاي، فالاتنين بيتحدوا مع بعض. الاتنين لما بيتحدوا مع بعض بيديك الريسبونس اللي بعد البريماتيور كونتراكشن بتكون ريسبونس عالية، تمام؟ فدي الفكرة كلها في الري انتري، ان احنا عندنا في ري انتريز كتيرة. الفكرة كلها ان بيحصل بريماتيور بيت بتبتدي انها تطلع في الفيرست باس واي الاول، وتلاقي السكند باس واي ريفراكتوري ليها، فما تقدرش ان هي تخش في الانتيرو جريد دايركشن اللي هو الاتجاه الطبيعي كده. فتعمل ايه؟ تبتدي انها ترجع تاني من خلال السكند باس واي اللي هو في الريترو جريد دايركشن، لحد لما توصل لفين؟ لحد لما توصل للمنطقه اللي هي بتاعه الفايرنج ليفل، وبتبتدي ان هي ايه تمشي معاها انتيرو جريد الاثنين في السكند باس واي، ثم ترجع ريترو جريد، وهكذا، ويتكرر الموضوع كان ايه؟ كان عباره عن دايره مفرغه ما بتنتهيش. وده المسؤول زي ما قلنا عن الاتريال فلاتر، عن الاي في نودري انتري، والاكسسوري باس واي ممكن حاجه تكون مسؤوله عنهم او مسؤوله عن الاي في نودري انتري تاكي اريزم، هنتكلم عنهم بالتفصيل كمان شويه. طيب نخش على الجزء الثاني او التجميعه الثانيه، الكلينيكال مانيفستيشنز بتاع شخص عنده اريزم. الريزميا ممكن الشخص يجي ما يشتكيش باي حاجه، ممكن ان هو يجي يشتكي بان هو حاسس بضربات قلبه اللي هي البالبيتيشن، او ممكن ان هو يجي يشتكي من الاعراض بتاعه نقص الكارديك اوتبوت، ودي بتكون موجوده اكتر في البرادي الريزميا زي الهارت بلوك مثلا. فتلاقي ان الشخص ده هوت الكارديك اوتبوت بتاعه ضعيف، فيجي يقول لك انا مره واحده بيغمى عليا، بيجي لي هيدك، بيجي لي ديزنس، بيجي لي سينكوب، ما بقدرش الا انا اتنفس، بحس بالم في صدري، او ان انا بحس القلب بيطير في المكان بتاعه، او ان انا بحس بنبضه زياده والنبضه ديت بتكون مؤلمه، تمام؟ فينتنج، اوليجويوريا، كلمه اوليجويوريا اللي هي نقص الكارديك اوتبوت او نقص كميه الدم اللي رايحه للكدني، فطبيعي ان الشخص هيكون عنده اوليجويوريا.
فديت الحاجات اللي عندي. طب الدايجنوستس هعتمد ازاي على الدايجنوستس؟ زي ما قلت لك الستاندرد للدايجنوستس هو انك تعمل اي سي جي. الاي سي جي عشان يبين لك اي حاجه لازم ان هو يكون ديورنج الاتاك، يعني الشخص اللي عنده باروكسيزمال اتريال فايبريليشن مش هتقدر انك تعرف ان هو عنده اتريال فايبريليشن غير اثناء الاتاك، غير وهو بيعمل الاتاك دلوقتي قدامك وانت بتعملها او بتتابعها بالاي سي جي. طب الاي سي جي في الطبيعي هتلاقيه نورمال ما فيهوش اي حاجه، يبقى الاي سي جي تشينجز ار نورمال ان بتوين الاتاك، بس ديورنج الاتاك الاي سي جي بيكون ايه؟ بيكون في تغيرات. طيب في بعض الاحيان الاي سي جي ما بيكونش فيه تغيرات، زي ايه؟ زي الاشخاص اللي هم الكرونيك، الكرونيك اريزمياس، او الاشخاص اللي عندهم اكسسوري بسوي وشغال، زي الولف باركنسون وايت اكسسوري بسوي اللي هنتكلم عنه في اخر المحاضره. طيب افرض انا دلوقتي انا مش عارف الشخص ده هو هل عنده اريزميا ولا مجرد هو واحد سايكوجينيك كده وجاي عليا بيقول ان هو حاسس بضربات قلبه بتاعه، فاحنا هنبتدي ان احنا نديله حاجه اي سي جي في ال 24 ساعه. الاي سي جي ده حاجه اسمها الهولتر مونيتور، ودي حاجه بيلبسها تحت الهدوم بتاعته بتقيس الاي سي جي تشينجز الموجوده عنده، واحنا بنبتدي ان احنا نراجعها في العياده. طيب الحاجه الاولانيه اللي هنتكلم عنها بقى هي البراد اريزم. كل اللي فات ده كان عباره عن الميكانيزمز بتاعه الاريزميا والحاجات عشان نفهم. احنا دلوقتي بنتكلم عن البراد اريزميا. براد اريزميا زي ما قلنا هم عباره عن حاجه من حاجتين، يا اما ان الاس اي نود سبريست، يا اما ان الكوندكشن هو ال ديبرست. تمام، لو الاس اي نو سبريس ديت الساينس براديكاردي. كل حاجه من الحاجات احنا مطالبين ان احنا نعرف الاسباب بتاعتها، كوزس الكوزس غير الكوزس التريتمنت والاي سي جي تشينجز. تمام، فاحنا ممكن ان احنا نعمل جدول في الاخر المحاضره كده خالص بين الاجزاء المختلفه البراد اريزميا والتيك اريزميا ونقارن بين الثلاث حاجات دول. اول حاجه البراد اريزميا. براد اريزميا معناها ايه؟ معناها ان الريزم طبيعي، بس الفكره كلها ان الهارت ريت ضعيف او الهارت ريت قليل. ايه الاسباب بتاعه الموضوع ده؟ والله هنقسمها لفيسيولوجيكال وفارماكولوجيكال وايه وباثولوجيكال. لو جينا للفيسيولوجيكال هقول لك ان الاشخاص اللي هم الاثليت طبيعي ان الهارت ريت بتاعهم ضعيف، الهيلثي اثليت. الحاجه الثانيه الاشخاص اللي سنهم كبير، ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر فيسيولوجيكال، الناس اللي سنهم كبير. طيب فارماكولوجيكال الاشخاص اللي ماشيين على البيتا بلوكرز، لان معروف ان البيتا بلوكرز والديجيتالز البيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز بتقلل الكونتراكشن بتاع الهارت، فطبيعي يبقى عنده براديكارديا. باثولوجيكال الاشخاص اللي عندهم هايبوثايرويديزم، والاشخاص اللي عندهم اوفر رايدنج للفيجل سيستم. حاجه ثانيه اسمها سيك ساينس سندروم والديجنريتيف تشينجز اللي بتحصل في السن الكبير. التريتمنت في الحاله ديت ايه؟ الفكره ان الهارت ريت في الشخص ده هو بيكون اقل من 40. هو طبيعي ان البراد اريزمي اقل من 60، والله لو اقل من 60 او من 60 لحد 40 مش لازم انك تعمل له اي حاجه. احنا بنتدخل امتى؟ بنتدخل لما الشخص يجي يشتكي من الاعراض بتاعه اللو كارديك اوتبوت. فلو الشخص الهارت ريت بتاعه اقل من 40 بيتس بير مينت، لازم انك تركب له بيس ميكر، لازم انك تستبدل الاس اي نود بتاعته بحاجه صناعيه اسمها بيس ميكر. تمام، وممكن ان احنا نعالج الهايبوثايرويديزم اللي عنده او نعالج المشكله اللي هي عنده ذات نفسها. الحاجه الثانيه اللي هي الكوندكشن بلوك، والكوندكشن بلوك يا اما انك تعمل كوندكشن للاس اي نود، يا اما انك تعمل كوندكشن للاي في نود، يا اما انك تعمل كوندكشن للبرانشز. احنا هنتكلم عن ايه دلوقتي بالتفصيل؟ هنتكلم عن الاي في نودال بلوك. الاي في نودال بلوك بنقسمه لثلاثه ديجريز، فيرست ديجري وسكند ديجري وثيرد ديجري. والسكند ديجري في منها نوعين هنبقى نتكلم عنهم، حاجه اسمها الموبيتس 1 والموبيتس 2. تعال نتكلم في البدايه عن الفيرست ديجري اي في بلوك. لو تفتكر اللي انا قلت لك ان الاي في نود طبيعي ان هي بتعمل ديلي للامبلسز اللي جايه من الاتري او اللي جايه من الاس اي نود بمعدل 0.2 سكند، ده الطبيعي. طيب افرض لو الزمن زاد عن كده اكتر من 0.2 سكند، هيحصل ايه ولا هيحصل اي حاجه؟ هو ده اللي هينتج عنه الفيرست ديجري بلوك او الاي في بلوك. فيرست ديجري اي في بلوك ات جاست ديلي نوثينج ايلس، هو مجرد ديلي بس. تمام، فالشخص ده انت مش هتعالجه لان هو اصلا بيكون اسيمتوماتيك،
فمش هتدي له اي حاجه. الاسباب هي هي نفس الاسباب بتاعه الساينس براد اريزميا، اللي هي ايه؟ اللي هو الازليت اللي بياخد ميديكيشن زي البيتا بلوكرز، كالسيوم شانل بلوكرز، والديجوكسن، والديجنريتيف تشينجز اللي بتحصل مع الالدرلي، عادي هي هي نفس الاسباب. الفكره كلها ايه؟ ان عندك البي ار انترفال زائده. طب احنا بما اننا مش هنحصل الاي سي جي، فناخد الرسمه ديت ونبص على الاي سي جي الموجود فيها. بص الرسمه ديت كده، الاي سي جي تشينجز هي الاريكتيكال امبلسز اللي بتطلع من الهارت، واللي انا بقدر اللي انا اعمل لها ديتكشن على السكان من الهارت كامل، مش من خليه واحده من الهارت، تمام؟ فده يعتبر كومباوند اكشن. زي ما اتفقنا ان ده مش نورمال اس جي في البدايه، بس هو قريب من نورمال جدا، لان الاختلاف البسيط حاجه واحده بس. الويفز بتاعت الاس جي بتتكرر قدام حضرتك بالمنظر ده. احنا عندنا هم عباره عن البي ويف، وديت اللي بتمثل الاتريال ديبولاريزيشن، وعندنا بعد كده فولوينج طبعا الاتريال ديبولاريزيشن بيحصل الاتريال كونتراكشن. بعد كده عندنا ال كيو ار اس كومبلكس. ال كيو ار اس كومبلكس ادي ال كيو وادي الار وادي الاس، كيو ار اس اسمه كيو ار اس كومبلكس، وده اللي بيمثل لي ال فنتريكولار ديبولاريزيشن. ثم بعد كده عندنا التي ويف، والتي ويف اللي بتمثله لك هو الفنتريكولار ريبولاريزيشن. يبقى ده بالنسبة للويفز اللي قدام. طيب في حاجة اسمها intervals، والانترفلز هي المسافات بين الويفز. عندنا في حاجة اسمها البي ار انترفل، والبي ار انترفل هي المسافة من بداية البي لحد ال الار، اسمها البي ار انترفل، تمام؟ وديت بتمثل ايه؟ دي بتمثل الفترة بتاعت الديلي اللي بيحصل في الافي نود، دي بتمثل الافي نودال ديلي. الفترة ديت زي ما اتفقنا طبيعي ان هي تكون 0.2 سكند او اقل من 0.2 سكند، كمان اكتر من كده فايه، فالفترة ديت تعتبر فيرست ديجري هارت بلوك. بعد كده عندنا في حاجة اسمها الاس تي سيجمنت، واللي هو المسافة بين الاس والتي. الاس تي سيجمنت ده طبيعته ان هو يكون ايزو الكتريك. ايزو الكتريك يعني ايه؟ هو كذلك نفس الفكرة في البي ار انترفال، ايزو الكتريكال يعني الخط مستقيم كده، تمام؟ في بعض انواع الاريزميا مش هتلاقيه خط مستقيم بالمنظر ده، زي او في بعض الانواع الكاركترستكس بتاعت الديزيز زي الاستيمي الاس تي اليفيشن مايوكاردايتس او مايوكارديال انفاركشن، وفي حالات المايوكاردايتس وفي حالات البيريكارديتس اللي هي الاكيوت بيريكارديتس بنلاحظ ان هو بيكون مرتفع، ما بيكونش ايزو الكتريك. هنبقى نتكلم عنهم بالتفصيل بعدين، تمام؟ يبقى احنا كده شرحنا البيزك. احنا طيب بما اننا بنتكلم دلوقتي عن فيرست ديجري هارت بلوك، الفكره الاساسيه ايه؟ ات جاست ديلي، يعني الافي نود في ديلي فيها، فهتلاقي ان المسافه بين البي لحد منتصف الكيو اكتر من 0.2. المفروض ان المربع الطويل ده هو 0.2 سكند، هنا ده اكتر من المربع الطويل بكميه ايه، تمام؟ يبقى ده بالنسبه للفيرست ديجري هارت بلوك. بعد كده السكند ديجري اي في بلوك. السكند ديجري اي في بلوك بيتقسم لنوعين، حاجه اسمها الموبت تايب 1 وحاجه ثانيه اسمها الموبت تايب 2. الفرق بين الاثنين حاجه بسيطه جدا، هي ان في الموبت تايب 1 البي ار انترفال بتكون ديلايد، يعني ايه؟ يعني اكتر من 0.2 سكند. وفي الموبت تايب 2 بتكون البي ار انترفال نوت ديلايد، يعني ايه؟ يعني كونستانت. يعني ايه كونستانت؟ يعني ثابته. يعني ايه ثابته؟ يعني طبيعيه. طب يا دكتور ما كده ايه اللي بيفرق السكند ديجري هارت بلوك عن الفيرست ديجري هارت بلوك؟ الفرق بين الاثنين هو ان حضرتك هتيجي تلاقي بي بدون الكيو ار اس كومبلكس بتاعها، بي ويف ومفيش كيو ار اس كومبلكس، والموضوع ده يتكرر معاك بصوره مستمره. يعني ايه؟ يعني مثلا تيجي تبص اهو، ادي البي ادي الكيو ار اس كومبلكس، وادي التي ادي البي ادي الكيو ار اس كومبلكس وادي التي، فهنا النسبه 2، ومره واحده حصل دروب عندك للكيو ار اس كومبلكس، فالنسبه دي بنقول عليها 2 ل 1. فنفس الفكره وهتلاقيها بتتكرر في الاريزما دي. يعني الشخص ده عنده سكند ديجري هارت بلوك موبت تايب ايه بقى؟ اللي يحدد تايب 1 ولا تايب 2 انك تبص على البي ار انترفال. هنا بنبص على البي ار انترفال لقيتها عندي موجوده عندك، ادي بدايه البي وادي الار، فهي نوعا ما اقل او نوعا ما اكتر من 0.2، فهي اكتر من 0.2 فده موبتس تايب 1، تمام؟ لان حصل ديلي عندك.
وبيحصل ايه؟ بيحصل ميزد كيو ار اس، وبيكون زي ما اتفقنا في سيم مانر، يعني بيتتابع بالمنظر ده. هنا النسبه 2 ل1، فاحنا عندنا هنا ادي كيو ار اس وادي كيو ار اس، وبعدين حصل ايه؟ حصل دروب عندنا للبيت. تمام، يبقى ده بالنسبه للمبتس تايب 1. بعد كده المبتس تايب 2، الفكره ايه؟ الفكره ان البي ار انترفال از كونستنت، يعني طبيعيه، وبيحصل برضو ايه؟ ميسنج للكيو ار اس كومبلكس بسبب ايه؟ بنفس الرينج الطبيعي 2 ل1 او 3 ل1 وات ايفر، يعني 2 طبيعيين او 2 كيو ار اس طبيعيين او 3 طبيعيين، وعندك في واحده بلوكت. تمام، بعد كده الثيرد ديجري هارت لوك. طبعا مشكله مومتس تايب 1 ان هو سيريس عن تايب 2، اسف، سيريس عن تايب 1، لان تايب 2 مع الوقت بيتحول للثيرد ديجري هارت لوك. طيب دكتور، ايه السبب؟ يعني مش معنى ده تايب 1 وده تايب 2 مورتس، يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ باختصار هنا لما حصل ديلي هنا ما اتاكش كيو ار اس كومبلكس، الفكره ان الاكشن بوتنشال لما نتج او الاشاره العصبيه لما اتنقلت من الاس اي نود للخلايا اللي بعد كده، كانت الخلايا في فتره الديبولاريزيشن او الافتر ديبولاريزيشن اللي احنا قلنا عليها ايه؟ اللي احنا قلنا ان فتره الافتر ديبولاريزيشن اقدر ان انا اعمل اكزايتيشن للخليه العصبيه. تمام، فمابتس تايب 2 نتج عنه ما نتجش عنه كيو ار اس كومبلكس. ليه؟ لان هو نتج في فتره الريبولاريزيشن الاولانيه، فتره الريبولاريزيشن اللي هي الابسوليوت ريفراكتور بيريود، في حين ان في مابتس تايب 2 الفكره هنا برضو ان وقع في الابسوليوت ريفراكتور بيريود، فما نتجش كيو ار اس كومبلكس في الفنتركل. تمام، بعد كده الثيرد ديجري هارت بلوك. الثيرد ديجري هارت بلوك عندنا هنا كل الامبلسز اللي بتطلع من الاس اي نود ما بتوصلش اصلا، يعني الاي في نود شغاله بوابه مسدوده والاي في نود اهي، فالاي في نود مش شغاله، الفنتركل هو الاخر مش شغال، فبيبتدي يظهر اكتوبك نود. يعني ايه؟ يعني في حاجه بتشتغل بديله للاس اي نود في الفنتركل، وديت بتكون منطقه في البندل اوف هس. المنطقه دي بتكون تحت الاي في نود على طول في البندل اوف هس او في البركنج سيستم، بتعمل كونتراكشن للفنتركل، بس الكونتراكشن بتاع الفنتركل بيكون ضعيف جدا، اقل من 40، لان احنا عارفين الاس اي نود هي اعلى واحده في الفايرنج ليفل بتاعها، كل الحاجات اللي تحتيها اقل منها، فده بيكون اقل من 40 بيتس بير مينت. الاسباب اسباب كتيره، ممكن الاي في نود ذات نفسها فيها فايبروزس سكارينج، فيها ديجنريشن، او بعد العمليات الجراحيه بتاعت القلب او الاسكيميك هارت ديزيز، او بعض الادويه شبه الدايجوكسين والبيتا بلوكرز، او ان في مرض متخلل الانسجه بتاعت القلب ويتخلل الانسجه بتاعت الايفينود. زي ايه؟ زي الساركايدوس. علاج الاشخاص اللي عندهم ثيرد ديجري هارت بلوك هو حاجه واحده بس، انك تعمل لهم بيس ميكر، تشغل لهم حاجه بديله للاس اي نود تقدر انها توصل الكوندكشن لكل المناطق في نفس الوقت. طبعا لما نيجي نبص على الثيرد ديجري هارت بلوك، عندك هتلاقي عندك بي ثم كيو ار اس، وعندك بي بدون كيو ار اس، عندك بي ثم كيو ار اس، وعندك بي بدون كيو ار اس، والكيو ار اس كومبلكس شكله غريب قوي، مش طبيعي، مش شكل الفنتريكولر الطبيعي، بالاضافه الى ان الريت ضعيف جدا جدا جدا. يعني تخيل المفروض الرسمه ديت لما كنا بنيجي نبص عليها فوق كنت بتلاقي 4 أو 5 كومبلكسز، هنا انت شايف 2-3 كومبلكسز بالعافيه. يبقى ده بالنسبه للبرادي ارسمي. النوع الثاني اللي هنتكلم عنه من الارسمي اللي هو التاكي ارسمي. التاكي ارسمي اول حاجه بنتكلم عنها الساينس تاكي كارديا، يعني الاس اي نود الفايرنج ليفل بتاعها عالي شويه، يعني اكتر من 100. تمام، الاسباب ايه؟ برضو بنقسمها لفيسيولوجيكال، شخص بيعمل اكسرسايز، لباثولوجيكال وفارماكولوجيكال. الباثولوجيكال زي ايه؟ زي الاشخاص اللي عندهم الهايبر ثايرويديزم، الاشخاص اللي عندهم كونجستيف هارت فيلير، لان الكونجستيف هارت فيلير نتيجه ليه بيحصل دايلاتيشن للاتريا، دايلاتيشن بتاع الاتريا بيضغط على الاس اي نود فبيعمل لها ميكانيكال ستريتش، ميكانيكال ستريتش بيخليها تعمل فايرنج اعلى من الطبيعي. الهايبوتنشن نفس الفكره برضو. التاكي كارديا اللي هي الساينس كارديا هتلاقي الشكل طبيعي جدا، شبه ال طبعا شبه ال الاي سي جي الطبيعي، بس الفكره الاساسيه هي ايه؟ هي ان الريت عالي. يعني ايه ريت عالي؟ يعني هتلاقي اكتر من كومبلكس موجودين في منطقه ضيقه. تمام، في ادويه ممكن انها تعمل كده، في ادويه زي ايه؟ زي بعض الادويه اللي هي الامفيتامينز والسيمباسومايماتكس اللي هي سيمباثيك ستيميليشن.
وعندنا تريتمنت الحاله ديت ايه؟ تريتمنت الحاله ديت احنا عايزين نقلل الاس اي نود، الاس اي نود فايرنج، فهندي له بيتا بلوكرز، كالسيوم شانل بلوكرز، او الايفابريدين اللي هو يعتبر من الصوديوم شانل بلوكر والبوتاسيوم شانل بلوكر. بعد كده الاي اف او الاتريال فايبريليشن، وده هو اهم موضوع في الاريزميا، هو ده الموضوع المهم. زي ما اتفقنا الكوزس والاي سي جي تشينجز وال التريتمنت هتعالجه ازاي. اول حاجه الاسباب بتاعت الاتريال فايبريليشن. كلمه اتريال فايبريليشن يعني ايه؟ اتريال فايبريليشن معناها ان الاتريا ما بتعملش كونتراكشن طبيعي، الاتريا فعليا بترفرف. فايبريليشن يعني بترفرف، الاذنين بيرفرفوا. الاسباب بتاعت الرفرفه ديت حاجات كتيره. اول حاجه والموست كومن كوز اللي هو الهايبرتنشن، يليه الاسباب الباقيه بقى اللي هي اي حاجه بمعنى صح بيني وبينك كده، اي حاجه بتعمل دايلاتيشن للاتريا، اي حاجه بتعمل دايلاتيشن للاتريا يعني اي حاجه بتزود من معدل البلاد الموجود في الاتريا. زي ايه؟ زي عندنا الكونجستيف هارت فيلير، البومبنج اكشن بتاعت الهارت ضعيفه، فبالتالي في كونجيشن. كونجيشن يعني الدم مليان في البلمار سيركيليشن بالكامل. اسكيميك هارت ديسيز ممكن ان هي تعمل نفس الفكره، تعمل لي فينتريكولر اريزم او فينتريكولر فايبروز. فينتريكولر فايبروز الفنتريكل ما بيقدرش ان هو ينقبض. الفالفيولار ديزيز نفس الفكره زي الميترال ستينوزس، اكتر حاجه ممكن انها تعمل لك الاف. الهايبر ثايرويدزم، الكاردوميوباسي، والكونجنتال هارت ديزيز، وبعض الجيناتيك، وفي حاجه اسمها اللون اي اف اللي هي مالهاش اي سبب. بس اسئله الام سي كيو بيجي يسالك ايه الموست كومن كوز، تقول الهايبرتنشن. الاسئله بتاعت الاسي يقول لك الكوزز اوف اتريال فايبريشن، فتحط لي التسع اسباب. الميكانيزم بتاعت او التايبز والميكانيزم بتاعت الاتريال فايبريليشن. الاتريال فايبريليشن از ا بروجريسيف ديزيز. يعني ايه بروجريسيف ديزيز؟ يعني مرض مستمر. يعني ايه مستمر؟ يعني في البدايه الشخص بيبتدي ان هو يعاني من اتاكس في اقل من 7 ايام، ثم مع الوقت بيبتدي اكتر من 7 ايام، ثم بعد كده اكتر من سنه. طيب عشان كده احنا بنقسم الاتريال فايبريليشن لثلاث انواع: باروكسيزمال، بيرزيستنت، ولونج ستاندنج، او اللي بنقول عليها كرونيك. عندنا الاشخاص اللي عندهم زي ما قلنا بروجريسيف، لان السبب بتاع الاتريال فايبريليشن انت ستراكشرال تشينج، يعني بيحصل تغير في التركيب بتاع الاتريا بسبب الدايلاتيشن اللي بيحصل فيها، بيحصل فايبروزس في الاتريا، والفايبروزس في الاتريا ده هو ده بيؤدي الستراكشر تشينج، ده بيخلي الباروكسيزمال اتريال فايبريشن تتحول مع الوقت اللونج ستاندنج بيرزيستنت اتريال فايبريشن. تمام. المشكلة هنا بقى ايه في الاتريال فايبريليشن؟ المشكلة مش في الاس ان ده، المشكلة في حتة تانية. المشكلة ان في حتة تانية حوالين احد البلمونري فينز بتبتدي ان هي تعمل فايرنج ليفل اعلى من الاس ان واسرع من الاس ان. فالاس ان المفروض انها بتطلع فايرنج ليفل وترتاح شوية، بتطلع فايرنج ليفل وترتاح شوية، فلقت منطقة تانية بتطلع فايرنج ليفل أكتر من مرة بدون ما إنها ترتاح، واحد اتنين تلاتة أربعة. فالاس اي نود هي مسألة لسه شغالة بس ضعيفة، يعني مقارنة بالحاجة اللي هي تك 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 تك. فبيحصل إيه؟ فايبرليشن زي ما اتفقنا. ممكن الميكانيزم تكون حاجة تانية، ديت بتكون أكتر في الكرونيك اي اف اللي هي الكرونيك بيرزيستنت. السبب فيها هي سكار ريليتد، زي ما قلت لك ان بيحصل ستراكشرال تشينجز. الستراكشر تشينجز بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها دايلاتيشن، والدايلاتيشن بيحصل له هيلينج بسكار فورميشن واتريا ريموديلنج، وده بيؤدي الميكانيزم بتاعته بتكون مختلفه، الميكانيزم بتكون ري انتري. عشان كده لو تفتكر الاتريا فايبريليشن كان تو ميكانيزم مسؤولين عنه، الري انتري والانهانسد اوتوماتيسيتي. ايه النتائج بتاعت الاي اف او الاتريال فايبريشن؟ زي ما قلت لك النتائج بتاعته هو ستراكشرال تشينجز بتحصل في الهارت، او بيحصل ريموديلنج في الاتريا، وده السبب ان بيتحول من باراكسيزمال لكرونيك. طيب الستراكشرال تشينجز ديت هتعمل ايه وهينتج عنها ايه؟ الفكره كلها ان بيحصل اتريال دايلاتيشن. الاتريال دايلاتيشن ده بتلاقي فيه حته كده ابندكس او حته زائده من الاتريا، بيبتدي الدم يتجمع فيها وبيحصل ثرومبس فورميشن في المنطقه دي. ليه؟ بسبب ان الدم بيتجمع في الاتريا، الدم المتجمع في الاتريا عندك الاتريا ما بينقبضش، فجزء ال 25% من الدم المسؤولين عن ان الاتريا يدفعهم للفنتريكل اصبحوا موجودين عندي في الاتريا، فال 25% دولت مع الوقت بيعملوا دايلاتيشن في الاتريا وبيعملوا حته كده، والدم بيحصل له ستيزس فيها، ركود، ثم بيحصل له ثرومبس فورميشن. تمام؟ دي بتكون موجوده اسمها الليفت اتريال ابنديج او ابندج. لما تيجي انك تعمل عمليه لازم انك ايه تشيل الجزئيه ديت او الحتت التانيه. الريسك
فاكتورز بعد كده. مشكله الثرومبس ديت ان بعض الاشخاص ممكن يجي لهم امبولايزيشن او امبوليزم من الثرومبس ديت، ودول بنسميهم حاجه اسمها تشاد فاسكولار سيفير ديجري. تشاد فاسكولار ده بيقول لك الشخص ده تعمل له انتي كواجولانت ثيرابي ولا لا. فشخص عنده هايبرتنشن، شخص عنده دايابيتس، شخص عنده قبل كده ستروك، او شخص عنده ترانزيانت اسكيميك اتاك، او سنه كبير، او عنده مشاكل في الهارت غير المشكله بتاعه الاتريال فايبريليشن، الشخص ده هو لازم انك تديله اللايف لونج انتي كواجوليشن ثيرابي. كلينيكال بيكتشر هي الكلينيكال بيكتشر اللي احنا عارفينها، البالبيتيشن، ديزنيا، سينكوب، شست بين، الحاجات اللي هي المعروفه يعني. تمام. الحاجات اللي احنا بنقيسها مع البولس، لما تيجي تشوف البريفيرال بولس بتاع الشخص ده بتلاقي الريجولار الريجولاريتي في البولس بتاعه. الانفستيجيشن لازم حضرتك تعملها طبعا غير الاي سي جي، انك تشوف هل هو عنده مشاكل في الثايرويد ديزيزز ولا لا، وتشوف الكواجيليشن بروفايل بتاع الشخص ده. اللي بنلاحظه في الاي سي جي بتاع الاشخاص اللي عندهم الاتريال فايبريليشن، انك تيجي تبص على البي ويف ما تلاقيهاش بي ويف، ما تلاقيهاش كده بالمنظر ده، ده ممكن انك ما تلاقيهاش اصلا، غير انك ممكن ما تلاقيش ان هي عامله شبه سنون المنشار بالمنظر ده. تمام. غير طبعا ان الريت بتاع الهارت بيكون عالي، لان ده من التاك اريزميا، فالريت عالي والريزم بيكون الريجولر. يعني بص الشكل ده، تخيل الريزم معايا ماشي طبيعي، تقارن ديت بدي، لا دي مختلف عن دي، فالريزم بين كل ويف والويف اللي بعدها مختلف عن بعضه خالص. الشخص ده زي ما قلنا لازم الدايجنوز بتاعه، غير انك اللاب والاي سي جي، طبعا الاي سي جي حاجه عاديه معانا في الاريزمي كلها، غير اللاب انفستيجيشن لازم انك تعمل له ايكو. ليه؟ عشان تشوف الاباندج موجوده عنده ولا لا. لقيت الاباندج موجوده عندك في الاتريا، بالذات اللفت اتريا، لا يا حبيبي انت الشخص ده لازم انك تدي له انتي كاجلان ثيرابي، ولازم قبل الكارديوفاجن. طيب المانجمنت التريتمنت بتاع الشخص ده هتعالجه ازاي؟ والله احنا دلوقتي هنمشي على حاجتين من التريتمنت، اول حاجه الثرومبو امبوليك، والحاجه الثانيه اللي انا ارجع له الاس اي نود بتاعته تشتغل طبيعي. الثرومبو امبوليك كومبليكيشن ديت بعالجها امتى؟ بعالجها في الاشخاص اللي زي ما قلنا عندهم سيفير تشاد فاسكولار سكور، تشادز فاسكولار، ده عباره عن ان الشخص اللي عنده دايابيتس او هايبرتنشن، او كان عانى من قبل كده من اتاك او ستروك او ترانزيانت اسكيميك اتاك، او سنه كبير، او عنده هارت فيلير، فالفولار ديزيز، كل الاشخاص دولت لازم انك تدي لهم لايف لونج انتي كواجولانت ثيرابي زي الوارفرين، وتخلي الاي ان ار بتاعتهم من 2 ل 3. في ادويه ثانيه غير الانتي كواجولانت القديمه اللي هي ضد الكواجوليشن فاكتور زي الريفاروكسا بان والدابيجاترين. ريفاروكسا بان ده ضد الفاكتور 10، والدابيجاترين ده ضد الفاكتور 2. البيشنت اللي عندهم زي ما قلت لك، اللي ما عندهمش شادز فاسكولار، اللي ما عندهمش اي حاجه من دولت، ممكن انك تديهم ايه؟ ممكن انك ما تديهمش انتي كواجوليشن اصلا، او انك تمشيهم على لو دوز من الاسبرين جاست بروفايل اكسس بالنسبه لهم. طيب الحاجه اللي بعد كده لازم تشيلها ليفت اتريال ابنديجز اوكلوجن، لازم انك تقفل الابندكس الزياده الموجوده عندهم في الليفت اتريوم عشان تمنع الثرومبو امبوليك كومبليكيشن. يبقى ده بالنسبه للثرومبو امبوليزم. طب بالنسبه للجزء الثاني التريتمنت استراتيجي بتاعتك هتكون عامله ازاي؟ على حسب هل الشخص ده هو الاس اي نود بتاعته شغاله ولا مش شغاله، بمعنى صح هل هو عنده هارت ديزيز ثاني ولا لا. لو الاس اي نود بتاعته شغاله لسه شغال، يبقى خلاص انا هشتغل عليها هي نفسها واخليها تشتغل. يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه الشخص ده؟ اعمل له ريزم كنترول. يبقى الريزم كنترول ان انا اخلي الساينس ريزم يرجع لطبيعته تاني، ودي طبعا ما تنفعش في الاشخاص اللي عندهم كرونيك اتريال فايبريليشن، لان الكرونيك بيكون مع ستراكشر تشينج، يعني مع هارت باثولوجي. تمام. طيب الاشخاص اللي هم ما فيش امل من الاس اي نود بتاعتهم، زي الاشخاص اللي عندهم هارت ديزيز اوريدي، او عندهم اي كونجست هارت فيلير مش عارف ايه، فانت هتخلي النود الطبيعيه الموجوده عندهم اللي هي في الهارت بتاعهم، اللي هي اللي شغاله اللي عامله اتريال فايبريليشن، بس هتنظم الشغل بتاعها، هتعمل ريت كنترول، هتخلي الريت اللي هي بتطلع فايرنج ليفل اقل شويه، وتدي له حاجات تساعد القلب ان هو يعمل كونتراكشن. ده ايه؟ زي البيتا بلوكرز او الاي بي سي دي، A B C D اللي هما الاميودرون اللي هو احد البوتاسيوم شانل بلوكر، البيتا بلوكرز، الكالسيوم شانل بلوكرز، ودايجوكسين. الريت كنترول زي ما قلت لك مهم في الاشخاص اللي عندهم كرونيك
AF كرونيك لازم كرونيك ها لازم في سيفير ستراكشرال تشينج موجود في الهارت. الريزم كنترول في شخص طبيعي لأس انود بتاعته شغالة لسه. طيب الريزم كنترول ممكن يكون عن طريق ايه او عن طريق ايه؟ الريزم كنترول ممكن هو يكون سبونتينيوس، شخص يرجع الريزم كنترول بتاعه لطبيعته عادي كده مره واحده بدون ما انك تتدخل اصلا. وممكن هو يكون ميديكال كارديو فيرجن عن طريق ادويه، عن طريق الادويه زي ايه؟ زي الاميدارون والبروبافينيل والفليكانايل، وديت عباره عن بوتاسيوم وصوديوم شانل بلوكرز. او ان انا اعمله الكتريكال كارديو فيرجن، ان انا اكهربه. كهربه ازاي؟ ده ديورنج الاتاك، الشخص اللي داخل في اكيوت اتاك ممكن انك تعمل له كارديو فيرجن، تدي انك تدي له نبضه كهربيه في القلب او شوك عشان انك ترجع الهارت للنورمال بيتس بتاعه. في حاجه مهمه لازم انك تعرفها، هي ان النبضه الكهربيه ديت او الالكترو فيرجن احنا ما بنعملهاش غير في الاشخاص اللي هيمودايناميك انستابل. يعني بمعنى اصح لو شخص هيموديناميك الستيبل انت مش هتديله الكتريكال كارديو فيرجن، انت هتديله ادويه. طب لو هو انستيبل انستيبل يبقى تديله الالكتريكال كارديو فيرجن. طيب خلاص انت ديورنج الاتاك قدرت انك ترجعه للنورمال ساينس ريزم، بعد كده انت محتاج ان هو يكمل على النورمال ساينس ريزم ده، فبتدي له مينتيننس ثيرابي. المينتيننس ثيرابي ده هوت بتدي الانتي ريزميك دراجز الطبيعيه اللي هي البروبوفينايل فليكانايد او ساتيولول لو ما فيش اي مشكله في الهارت. طب افرض في مشكله في الهارت، هندي له الاميدارون. تمام، يبقى الادويه ديت بتديها لو ما فيش مشكله اللي هي الصوديوم شانل بلوكر، بوتاسيوم شانل بلوكر بتديها لو في مشكله في الهارت زي الكونجستيف هارت فيلر. الحاجة اللي بعد كده، الحاجة البسيطة واللي تريحني خالص، ان انا اعمل ابليشن، اعمل كي للمنطقة اللي اصلا عاملة الاتريال فايبريليشن بالكامل، اروح احرقها او اتلجها اجمدها، المهم اموتها يعني. زي ايه؟ وزي ما قلنا ان المنطقة دي في الغالب بتكون حوالين البلمونري فين، فبعمل لها ابليشن. بعد كده الاتريال فلتر، الاتريال فلتر هو شبيه نوعا ما بالاتريال فايبريليشن، بس الفكره كله هي الميكانيزم بتاعته. اذا ماكرو ري انتري، ماكرو ري انتري يعني ايه؟ يعني الاكشن بوتنشال او الالكتريكال امبلسز اثناء السير بتاعها، فهي بتدخل في دايره من سلو باس واي وفاست باس واي. بس الفكره ان الاتريال فلتر في الغالب، في الغالب ان هو بيكون كلوك وايز، احيانا بيكون انتي كلوك وايز دايركشن، او في الغالب ان هو بيكون كاونتر كلوك وايز، واحيانا بيكون في الكلوك وايز دايركشن. طب ما تيجي نشوف الدايركشن بتاع الموضوع ده، يعني هو بيمشي ازاي. يعني الموضوع كله بيبتدي من عند الروف واللاترال وول بتاع الاتريوم اللي هو الرايت اتريوم، بعدين تدخل في الانفيرير فينا كيفا، وثم الترايكاسبيد انيلوس، ثم الفلور بتاعت الرايت اتريوم، ثم بعد كده للانتر اتريال سيبتا، وبعدين للروف تاني بتاعت الرايت اتريوم. فهي دايره كبيره موجوده في الرايت اتريوم، والدايره دي بتنكسر لما انا اقفلها من هنا من عند المنطقه بتاعت الكيفو ترايكاسبيد اسموس. هي ديت المنطقه اللي بتعمل الفايرنج، هي دي المنطقه اللي بتعمل الفايرنج في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده. تمام، كلينيكال مانيفيستاشن عندي زي الاتريال فايبريشن بالظبط، الاي سي جي تشينجز شبيهه جدا بالاتريال فايبريشن، بما ان ده فلاتر فاحنا الاي ويف متفقين ان هي ايه، ان هي مش موجوده. طبعا الاس اي نود بتعمل فايرنج معدل عالي جدا جدا من 250 ل 350، بس هل كل دول بيوصلوا فينتريكل؟ دول وصلوا فينتريكل هيموتوا الشخص بتاعتك. فالفينتريكل الاف نود بتبلوك من 2 ل 1 او 3 ل 1 من الالكتريكال امبلسز ديت، وبتخلي الفينتريكل يبيت على 150 بس. تريتمنت ديورنج الاتاك زي ما قلنا، لو هو ستيبل هتعمل له كارديو فيرجن، للاسف لو هو ان ستيبل هتعمل له كارديو فيرجن، لو هو ستيبل هتمشيه على ادويه عاديه وانتي كواجلانت، ما تنساش انتي كواجلانت ثيرابي. العلاج المينتيننس ثيرابي بتاع الشخص ده انك تروح تعمل كي لمنطقه الكيفو ترايكاسبيد اسموس، طالما عملت لها كي يبقى خلاص كده. تمام، الانتي كواجلانت مش لازم انك تديها بعد الكي، وديت حاجه الاتريال فلاتر بيختلف عن الاتريال فايبريشن فيها. بعد كده هنتكلم عن الفئه الثالثه من التاكي اريزميا اللي هي السوبرا فينتريكولار تاكي اريزم، يعني بمعنى اصح الاريزميا اللي بتحصل فوق الفنتريكل، يعني في الاتريا يعني، او مش في الاتريا بس، لا يعني فوق الفنتريكل او فوق الفنتريكولار المسل. يعني زي ايه؟ زي عندك حاجات كتيره اللي هي الاي في نودا ري انتري تاكي اريزميا، وديت اكتر واحده كمان فيهم. بعد كده عندنا الاي في ري انتري تاكي اريزميا، الاتريال تاكي اريزميا،
فالسوبرا فينتريكولار تاكاريزما ديت فئة كبيرة، ممكن ان هي تحصل في النورمال هارت او ممكن ان هي تحصل في هارت فيه ستراكشرال تشينج، واشهرهم هي الاتريال تاكيكارديا او الاتريال تاكاريزمي. المانيفستيشنز هي نفس المانيفستيشنز اللي احنا اتكلمنا عنها فوق بالتفصيل. هنبتدي باول واحد اللي هو الاي في نودال ري انتري اريزما، اتس مايكرو ري انتري داخل الاي في نود ذات نفسها، وبينتج عنها في حاجه اسمها الفاست باس واي وفي حاجه اسمها السلو باس واي، بينتج عنها ان الاشارات بتمشي في الاتجاهين عند ده. تمام. البي ويف ما بتكونش ظاهره في حالات ال الاي في نودال ري انتري اريزمي، او ممكن ان هي تكون موجوده بس ورا الكيو ار اس كومبلكس، يعني بمعنى اصح الفنتريكل بقت شغاله من عند الاي في نود وملهاش علاقه بالاس اي نود. تمام. تريتمنت في الحاله ديت انك تعمل ترمينيشن للاتاك، لو الشخص انستيبل زي ما قلنا انستيبل يعني عنده هاي بوتنشال، هتعمل دي سي كارديوفيرجن. لو الشخص هيمودايناميكالي ستيبل، لو هو ستيبل خلاص يبقى احنا ممكن نعمل حاجه اسمها فيجا مانوفر. طبعا مش هندي له ادويه، ممكن ان احنا ندي له نضغط على الكاروتيد بادز او نعمل كاروتيد مساج، بمعنى صح ان انا بزود الفيجل ستيميليشن اللي رايح للاس اي نود، يعني الفيجل ستيميليشن اللي رايح للاس اي نود هيقلل من معدل النبضات اللي بتطلع من الاس اي نود. تمام. او ممكن ان احنا ندي له ادويه، بس اشهر دواء عندنا هو الادينوزين. تمام. ما بندلوش الادويه الثانيه اللي هي الاميدارون او الحاجات المعروفه، بندي له ادينوزين، واحيانا ممكن ان احنا ندي له اي في فيرابامين او دلتا زيام اللي هم احد الكالسيوم شانل بلوكرز. لونج تيرم مانجمنت في الاشخاص دولت انك تعمل ايه؟ انك تعمل ابليشن للسلو باس واي، تبوظ السلو باس واي، وطبعا ده افضل من انك تمشيه على فيرابامين او دلتا زيام لمده طويله. طبعا الحاجه اللي بعد كده اللي هي الاي في ري انتري تاك اريزميا، وديت بتمثل ماكرو ري انتري لانها شامله ايه؟ شامله الاتريوم والفنتريكل الاثنين مع بعض. تمام. الاشارات العصبيه بين الاتريا والفنتريكل بتنتقل بسبب وجود ثلاث حاجات او حاجتين. الحاجه الاولانيه هو الطبيعي، الاس اي نود بتودي للاي في نود والاي في نود بتودي لل باندل اوف اس ثم البركنجي فايبرز وهكذا، اللي هو رايت وليفت ثم البركنجي فايبرز، ده الطبيعي. عندك كمان في بس واي كمان بيوصل من الاس اي نود مباشره لل الباندل اوف اس، فده هينتج عنه ماكرو ري انتري، اشارات عصبيه، ده الاتجاه بتاعه سريع جدا وده الاتجاه بتاعه يعتبر بطيء نسبيا، فده هينتج ايه؟ ينتج عنه الاشارات العصبيه، ممكن ان هي يحصل اكتيفيشن من الاس اي نود للفنتريكل مباشره، وفي الحاله دي بسميها اورسودروميك. اورسودروميك يعني ايه؟ يعني ماشي في الاتجاه الطبيعي بتاعه، الفنتريكل بينقبض بعد الاتريا. طيب وفي حاجه اسمها انتي دروميك وانتر دروميك، معناها ان الفنتريكل بينقبض قبل الاتريا، يعني الاتريا بينقبض بعدين، بمعنى اصح الفنتريكل اقدر اقول لك هو اللي بيحفز الاتريا عشان يعمل كونتراكشن. الفنتريكل از ديبولارايزد باي الاكسسوري باس واي، زين الاتريا از ديبولارايزد ريتروجريدلي من خلال الاي في نود. تمام. يبقى ده الفرق بين الاثنين، اورسودروميك يعني الطبيعي، يعني بمعنى اصح الفنتريكل هيحصل له اكتيفيشن بالاي في نود والاتريا بيحصل له اكتيفيشن من الاس اي نود عادي. الاورسودروميك او الانتيدروميك، اسف، الانتيدروميك معناها ان الفنتريكل هيحصل له ديبولاريزيشن من الاكسسوري باس واي والاي في نود هتعمل ديبولاريزيشن للاتريا. طبعا انت متخيل الشخص اللي عنده الاي في ري انتري تاك اريزميا ده هيكون عامل ازاي؟ طبعا الاتريا هنا البي ويف ممكن ان تتواجد في الكيو ار اس كومبلكس، ممكن ان هي ما تتواجدش فيه. تمام. فعلى حسب يعني هل هو اورسودروميك ولا هو انتي دروميك. لو انتي دروميك انت ما عندكش البي ويف، لان البي ويف موجوده ضمن الكيو ار اس كومبلكس. في الاورسودروميك انت البي ويف ممكن انها تتواجد، بس بيكون الكيو ار اس كومبلكس بينها وبين بعضها البعض المسافه بينهم ضيقه، فبقول عليها نارو كومبلكس وده بقول عليه وايد كومبلكس. التريتمنت ديورنج الاتاك برضه بالكارديو فيرجن. طب عايز تعمل لونج تيرم تريتمنت انك تشيل الاكسسوري بس واي ده. بعد كده الاتريال تاكيكارديا زي ما قلنا ديت هي الوحيده اللي ممكن تحصل على هارت نوت نورمال. الاتريال تاكيكارديا البي ويف هنا بتكون فيزبل بس الشكل بتاعها مختلف، يعني في بي ويف بس شكلها مختلف. طبعا الريت عالي لان ده تاكاريزما 170 ل 250،
ممكن ان يحصل اي في بي بلوك معاه عادي، ممكن هو يحصل وممكن ما يحصلش عادي، ممكن الهارت ينقبض على ال 170 دولت او ال 200 دولت. التريتمنت طبعا زي الحل اللي فوق، والابليشن بيشيل الاكسسوار بس واي بتاع الاتريال تاكي كارديا خالص، او ان انا اعمل ابليشن، اسف، اعمل ابليشن للمنطقه بتاعت الفايرنج غير الاس انو. الاكسسوار بس واي بما انه موضوع مهم فلازم ان احنا نتكلم عنه. الاكسسوار بس واي عندنا هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن وصله او سلك بيوصل بين الاس اي نود بدون ما ان هو يعدي عن الاي في نود. فتلاقي ان السلك ده لما بيوصل ده بيؤدي لان الفنتريكل بينقبض في نفس الوقت اللي بينقبض فيه الاتريا. بس الفكره هنا ايه؟ الفكره هنا ان الموضوع ده مش بريدوميننت دايما، يعني الاكسسوار بس واي مش دايما هو اللي واخد الابر اند، الهابر هاند، تمام؟ في نوعين من الاكسسوار بس واي، حاجه اسمها الكونسيلد اكسسوار بس واي، وحاجه تانية اللي هو الظاهر. كلمه كونسيلد يعني المخفي. الكونسيلد ده بيؤدي لان الاتريا بتنقبض او بيحصل لها ديبولاريزيشن بعد الفنتركل، تمام؟ طيب النوع الطبيعي اللي هو التاني ده بيؤدي لايه؟ وعلى فكره الكونسيلد هو الاكثر شيوعا. النوع التاني اللي هو بيعمل فنتريكولار ديبولاريزيشن قبل الديبولاريزيشن الطبيعي، عشان كده بسميه بري اكسايتيشن. الاكسسوار بس واي اكتر حاجه مشهوره حاجه اسمها الولف باركنسون وايت سيندروم، والولف باركنسون سيندروم ده عباره عن بري اكسايتيشن وتاكي كاردي. لما تيجي تبص على الشكل بتاعه، الفكره الاساسيه كلها هي ان البي ار انترفال بتكون طويله زياده عن اللزوم. الحاجه الثانيه اللي بنلاحظها برضو هي ان عندك الكيو ويف، اللي هي الكيو ديت بنلاقي ان الشكل بتاعها سلارد بالمنظر ده. كلمه سلارد يعني معناها مش مدببه، معناها ايه؟ معناها عامله قمتين بالمنظر ده، فديت بنسميها دلتا ويف. بعد كده الاتريال بريماتيور كونتراكشن، هي الفكره كلها ان منطقه تانية غير الاس ان او دي اللي شغاله، تمام؟ فهي زي منطقه اكتوبيك. الاي سي جي تشينجز اللي بتكون موجوده عندك بيكون عندك فيه نارو كيو ار اس كومبلكس، والبي ويف ما بتبقاش طبيعيه طبعا، يعني زيها زي التاك او التاك اريزميا اللي هي الاتريال تاك اريزميا نفس الشكل. البريماتيور فنتريكولار كونتراكشنز، هنا الفنتريكل ذات نفسه بقى هو اللي ابتدى ايه؟ هو اللي ابتدى ان هو ينقبض مع نفسه بدون الاعتماد على الالكتريكال امبلسز اللي جايه له من الاس ان او. وده بيحصل في بعض الباثولوجيكال تشينجز زي في الاسكيميك هارت ديزيز، كونجستيف هارت فيلير، السيروتوكسيكوزس، الكتريكال ديستربنس زي ان البوتاسيوم موجود بمعدل كبير فمنع الايفينول اصلا من انها تشتغل. البريماتيور فنتريكولار كونتراكشنز ده ممكن ان الشكل بتاعه يكون طبيعي يونيفورم، ممكن انها تكون متعدده الاشكال فمالهاش شكل عامه. يعني احنا بيننا وبين بعض بنقسمها لوايد كومبلكس ونارو كومبلكس. وايد كومبلكس يعني ايه؟ يعني ان البيتس الموجوده زياده عندك 0.12 سكند المده بتاعتها. على فكره البريماتيور فنتريكولار كونتراكشن ديت ممكن انها تحصل نورمالي، بس النورمالي ديت بتحصل في اوقات معينه في اليوم في شخص طبيعي، وممكن انها تحصل ابنورمال في الحاجات اللي احنا قلنا عليها. التريتمنت في الحاله ديت هي انك تديله انتي اريزمك دروجز زي البيتا بلوكرز، زي ايه تاني؟ ممكن انك تعمل ابليشن للفوكس اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعمل فايرنج. ده لو العلاج مش شغال يعني او مش نافع، او ان الليفت فنتريكولار فانكشن از افكتد، يعني الاوتبوت او الكارديك اوتبوت قليل جدا. الفنتريكولار تاكي كارديا بعد كده احنا بقى لنا عنوانين، تاكي كارديا وفيبريليشن. فنتريكولار تاكي كارديا تعتبر من لايف ثريتنج كومبليكيشن. طبعا هنا الفنتريكل بينقبض بمعدل كبير، بيكون رابيد وايد كيو ار اس كومبلكس على الاي سي جي، والسبب فيه في الغالب ان هو بيكون سكار ريليتد، يعني ما بيحصلش كده مره واحده. الفنتريكولار تاكي كارديا لازم ان بيكون فيه سكار موجود عندنا في الفنتريكل، وطبعا الشخص ده لازم انك تعمله كارديو فيرجن لانك لو ما لحقتوش هو بيموت. طبعا الشكل بتاع الاس جي زي ما حضرتك شايف، مالتيبل كيو ار اس كومبلكس، مالتيبل كيو ار اس كومبلكس ووايد ان بتوين. طبعا الشكل الموجود عندنا الاي سي جي ديت على الاي في اف والاي في ار والاي في ال والاي في اف مش باين، احنا ما نعرفش ان احنا نقرا الكلام ده. المانجمنت زي ما قلت لك، لو هو انستيبل هتعمل له كارديو فيرجن،
لو هو ستيبل وقدامك ممكن انك تعالجه بالاميودارون عادي. طب اللونج تيرم مانجمنت هو عباره عن انك تصحح له السكندري كوزز، لان المشكله هي السكار الموجود عنده، فانك تعمل ريفاسكولاريزيشن للاسكيميك هارت ديزيز او انك تتحكم في الهارت فيلير الموجود عنده. السكندري بريفنشن اوف ذس ممكن الشخص ده انك تركب له حاجه تنظم ضربات القلب بتاعته اللي هي بسميها الديفايبريليتور. الديفايبريليتور ده بيعمل ايه؟ بيفك الاتاك بتاعت الاريزميا، جهاز غير البيس ميكر. بيس ميكر ده هو بيشتغل بديل للاس اي نود. الديفايبريليتور لا، ده بيفك الاريزميا. لما يحس ان الهارت داخل في اريزميا بيبتدي ان هو يديله نبضه كهربائيه، يعني بيشتغل كانه ايه؟ بيشتغل كانه كارديو فيرجن عادي. تمام؟ وده حاجه مهمه، الجهاز ده بيمنع الشخص ده يموت سادنلي. ده طبعا ما بندوش لاي حد، ده بنديله الشخص لما الاجكشن فراكشن بتاعه بيكون اقل من 35% او ان الشخص عنده في العيله بتاعته هيستوري اوف سادن ديث قبل كده، او ان عنده كارديوموبسي، اسكيميك كارديوموبسي او دايليتد كارديوموبسي. طيب ممكن ان احنا نعمل ابليشن، ممكن ان احنا ممكن نعمل ابليشن، بس الحاجات ده بيكون في الفنتريكولار تاكي كارديا اللي هي الاسباب بتاعتها غير معروفه، شبه الايديوباثيك او الاوت فلو تراك فنتريكولار تاكي كارديا. تاكي كارديا الفنتريكولار تاكي كارديا ليها اسباب كتير. اخر حاجه الفنتريكولار فايبريليشن، الفنتريكولار فايبريشن مختلفه جدا تمام الاختلاف عن الاتريال فايبريشن. هنا انت بتتكلم ان الشخص ده بيموت. الفنتريكولار فايبريليشن معناه ان الشخص بيموت قدامك فعليا، يعني his heart is flying بمعنى صح. فانت تيجي تبص على الاس جي مش هتلاقي اي حاجه، مفيش اي ويف واضحه، ولا بي ولا كيو ار اس ولا تي ويف. الهارت فعليا ايه؟ داين. كل مجموعه من الماسل فايبرز الموجوده او المايكارديال سيلز الموجوده في الفنتريكول مجموعه شغاله لوحدها، مفيش انتظام فيهم، وبالتالي مفيش ايه؟ وبالتالي مفيش كاردياك اوتبوت، لان الفنتريكل مش هتنقبض اصلا، وبالتالي ذير از نو كاردياك اوتبوت. فالشخص ده لازم 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 انك تعمل سي بي ار، ودي فايبريليشن از مانداتوري. كده احنا خلصنا المحاضره، اتمنى تكونوا فهمتوها وشكرا.